الخضر والفواكه ذات اللون الأخضر. هذا هو الموضوع ديالنا من خلال الفقرة رفقة الأستاذة أسماء أزري والأخصائية في التغذية بمدينة الرباط. صباح النور للأسماء. صباح الخير. شخبر للا لبس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله كل شيء بخير. كل شيء مزيان الحمد لله. كيف بقيتي شويه من ديك النزله ديال البرد؟ ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذا استاذه اليوم غادي نوقفوا عند الخضر والفواكه ذات اللون الاخضر. حنا كنعرفوا يعني بزاف ديال الخضر والفواكه اللون ديالها اخضر، ولكن المكونات والفوائد هذا هو اللي خصنا نوقفوا عليه اليوم. نعم، فبالنسبه للخضر والفواكه اللون ديالها خضر فكنصطفوها في هذه الفتره هذه. نعم. اكثريه في هذه الفتره، بحال مثلا عندنا الفول، عندنا الخرشف، عندنا القوق، عندنا يعني هاد حتى داك اللوبيا الخضراء، اللوبيا الخضراء فوالا، بحال البقوله، بحال الرجله، فهادو كلهم الزبينار. نعم. لي زبينار. نعم. فهادو كلهم اغذيه اللي كيتصادف الوجود ديالهم في هذه الفتره هذه. نعم. وايضا عندنا انواع اخرى بحال مثلا الفلفله، بحال الكيوي كفاكهه، حتى هما يعني كنلقاهم على طول السنه. فالميزه يعني حتى علاش اختارينا اللون الاخضر باش نشيرو لهذاك الكلوروفيل اللي كيعطينا ذاك اللون الاخضر. نعم. والفوائد ديالو بالنسبه للصحه. الكلوروفيل عفوا. ف يعني في ابحاث حديثه لقاو ليه مجموعه من الفوائد الصحيه اللي كثيره بزاف. فاول حاجه لقاو ان يعني انه كيفيد في التحكم في ديك النوبات ديال الجوع وديال يعني ديال الاقبال على الماكله. بحال بغينا نقولوا كيسد الشهيه شويه. تماما، كيسد كيقاد الشهيه. وهكا كيقد كنقدروا ان الانسان يراقب الوزن ديالو ما يزيدش الوزن ديالو. نعم، القليل منه كيعطينا الاحساس بالشبع. نعم، فهو يعني كتناول هذه الاغذيه الخضراء مثلا يوميا يعني يكون عندنا اللون الاخضر في الطبق ديالنا، يعني على المدى القصير حتى المتوسط الانسان تيبدا يحس بانه ما بقاش عنده هذاك الاقبال الكبير على الاكل بديك الشراهه. كذلك بالنسبه للانسان ملي كيتصاب بامراض يعني بمرض معين كيف ما بغى يكون، لقاو ان التناول ديال هاد الاغذيه الغنيه بالكلوروفيل يكون عندها دور مهم في يعني التعجيل بالشفاء. نعم. يعني ابسط مرض مثلا برونشيت ولا سخانه ولا انفكسيون ولا التهاب كيف ما بغى يكون، الانسان الى تناول يعني يوميا هاد الاغذيه الخضراء فهاد الشيء لقاو على انه كيساعد في الشفاء. نعم. نعم، مسألة أخرى هو أنه التناول ديال الأغذية الغنية بالخضور الكلوروفيل كتساعد على تنقية الجسم من الميتولوغ ومن المواد يعني من السموم اللي كيمكن أننا يعني يتقيس الجسم ديالنا يوميا. نعم. يعني كذلك منساش على أنه مضاد أكسدة فعال جدا جدا. ما نساوهاش. عندنا ايضا في يعني في علاج السرطانات اثناء العلاج ولا بعد العلاج كنصحوا ان يعني الناس اللي كيعانيوا من السرطان انهم يتناولوا هذه الاغذيه الخضراء بكثره. وايضا فالتناول ديال الخضر الكلوروفيل كيساعد على التخلص من الكونديدا البيكان واللي هي كتكون الى كثرت في الجهاز الهضمي ديالنا كتسبب مشاكل من لا ديبريسيون اللي هو اللي يعني مشاكل هضميه بعدا وعاد يعني الاكتئاب ومشاكل التوتر. اذا ماده الكلوروفيل راه هي مهمه كيف ما قلتي استاذه، هي كتحكم في الجوع يعني كدير لنا واحد التوازن في الشهيه، تعجيل بالشفاء بعض الأمراض، تنقية الجسم من المواد السامة، ومضاد للأكسدة، وكذلك في علاج السرطانات كتغذية. طبعا زيد على ذلك ان بحال مثلا بحال ذاك اللون الاخضر كيوحي لنا على الغنى بالفيتامين سي، فكنلقاو جوج ديال المواد بحال الفلفله وبحال الكيوي هما جوج ديال الاغذيه اللي الاغنى على الاطلاق بالفيتامين سي. نعم. فهذه حتى هي مهمه. وبالاضافه للناس اللي عندهم مشكل ديال لانيمي فقر الدم،
تناول يومي ديال هاد الاغذيه هادي راه كيكون مهم لعلاج المشكل الانيمي، خصوصا اللي تدخل لك راه حنا خدينا الحديد من موراها عاوتاني رجع ليا الانيمي. فالتناول اليومي ديال هاد اللي ياخذوا الاغذيه اللي كتحتوي على كلوروفيل مهم جدا للتغلب على هاد المشكل. اذا نصيحتك استاذ الساده المستمعين؟ نصيحتي للسادة المستمعين هو أنه من الضروري استعمال الخضار بطريقة يومية، يعني اللون الأخضر على الخصوص يكون حاضر عندنا في الليل، إلا ما قدرناش ناخذه في الفترة ديال الغداء ناخذه في الفترة ديال العشاء. وأبسط حاجة ممكن مثلا نديروها يعني هو أننا نستعملوا غير المعدنوس، إلا ما لقينا في البقولة ولا ما لقينا الرجلة نقدروا نستعملوا ولا لي زيبينا غير المعدنوس، راه نطيبوه بنفس الطريقة ديال المعد ديال البقولة ديال البقولة. نعم هذاك أبسط حل وآخر حل باش ما نقولوش صافي غير خرجت الفترة ديال هاد الأرضية الخضراء صافي راه ما يمكن ليناش نتناولها. المعدنوس كيتوفر طول السنة. ذكرتي المعدنوس وما ذكرتيش القزبر رغم أن اللون ديالو أخضر. نعم القزبر غير هذا غير مشكل ديال الطيب وصافي. نعم. أما هما كفائدة كيبقى القزبر فهو بجوج كيف كيف، غير المعدنوس هو اللي كي يعني المذاق ديالو كيسمح لينا نطيبو بحال البقولة ولا بحال الرجلة. المعدنوس شوية القزبر عفوا المذاق ديالو تيكون شوية مجهد فكيصلح أكثرية ككونديمون ولا كتابل أكثر من ما أننا ناكلوه بوحديدو، ولكن اللي استطاع أنه ياكلو بديك الطريقة ولا يزيدو بكمية مهمة في الشنادة فكتكون من أحسن الأشياء. نعم. هذا هو المشكل اللي كاين فقط. أستاذة زريول الأخصائية في التغذية بمدينة الرباط، شكرا جزيلا لك وإلى الغد بحول الله.